السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى راكم ملاح ان شاء الله. اليوم ندير لكم على هاد السخانه ندير لكم الموخيتو الله الله هكذاك بالنعناع الله الله. اذا لهنا عندي كميه من النعناع هكذا يكون فريش، يعني يكون جديد فريش بيان سور، يعني هكذاك برك من يعني من قطعناه في الحديقه تاعنا. اذا هكذا نغسلو بيان سور، نحيلو العروق تاعو. لهنا عندي ملعقتين كبيرتين من السكر تحبي تنقصي تحبي تزيدي. لهنا عندي هذا السيرو تاع النعناع، يعني مركز تاع النعناع مليح، يعني يعفليو، يعني يعطي واحد النكهه للمخيطو تاعنا، هايل هايل هايل. يعني واش عندي تاني انا نديرو يعني بسبرايت، هذا يعني اللي طلبوني الاولاد قالوا لي لازم ديريه بسبرايت، يكون بارد بارد مليح مليح. تقدري ديري سبرايت، تقدري تعوضيه بالماء بارد. لهنا عندي مركز الليمون، يعني مركز الليمون عطر الليمون الاصفر، يعطي واحد يعني البنه رائعه جدا. لهنا بلا ما نساو يعني المكون الرئيسي في هذه الوصفه الليمون، انا اخترت الليمون الاخضر، صدقوني الليمون الاخضر يعني لذيذ جدا جدا، واحد الرائحه اللي عنده الليمون الاخضر واش نقولكم في المخيطو، يعني هايل هايل. تقدري تعوضيه بالليمون الاصفر ولا ما عندكش، يعني ولا ما عندكش ديري الليمون الاصفر. اذا واش نجيب انا، اذا بعد ما غسلت تخبي النعناع تاعي تخبيان، غسلت النعناع تاعي نحيلو، انا نحتاج فقط الاوراق، نحيلو العروق تاعو بيان سور، العروق تاعو ما نحتاجوش. اذا نحي الاوراق تاعي هكذا ورقه ورقه بيان سور، بعد ما يعني بيان سور لا معنى تغسليه بيان تري بيان وقطرتو بيان، ما نحتاجوش العروق. حني لهنا بالنسبه للسكر فقط انا درت جوج ملاعق، لان السكر تقدري تنقصي، انا لو كان انا يعني ما نديرش نهائيا السكر، لكن الاولاد قالوا لي لازم دي يعني تعطي ديري السكر، معليش. لهنا واش ندير، نجيب الغوبو تاعي بيان سور، لازم الميكسي كلش في الميكسور تاعي، ندير الكميه تاع النعناع بعد ما نحيت العروق تاعو، لازم نديرو كميه مليحه من العروق تاعو. نجيب الكاس تاعي ندير حوالي هكذاك 200 مليلتر من سبرايت تاعي، يكون يعني بارد 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 في هاد السخانه، هكذا نفريشكي واش فيها يعني العرق تاعنا بيان سور. هكذا ندير كاس من سبرايت تاعنا، هكذا نزيدو الغوبو تاعنا مع النعناع تاعنا، نزيدو ملعقتين من السكر كما قلت لكم، تقدري تنقصي تقدري تضعفي، انا درت ملعقتين سامي سوفي، ما نحبش الحلاوه في المخيطو تاعي. اذا هنا نزيد هكذاك ملعقه كبيره من عطر الليمون الاصفر، يعطي واحد اللذه ما نقولكمش. انا هذا المخيط يعني نديره كل يوم، لكن ما نديرش انا السكر، يعني مليح مليح يعني يدير يعني عنده نوافع كثيره كثيره، يعني يعني اللي يحب يدير ريجيم. لهنا ندير يعني ملعقه كبيره من هذا يعني من هذاك اسمه من مركز النعناع، يعني مليح فليو، يعني مليح صدقوني، هذا يعني السيغو تاع النعناع هايل هايل. لهنا بيان سور جبت يعني الحبات تاعي الليمون، غسلتهم تخي بيان. لهنا بيان سور نجيب لهنا النعناع تاعي، بلوتو عفوا الليمون تاعي. اذا لهنا واش ندير، انا نجيب الكسكافاج تاعي ونبدا نسكرفج في الحبات تاعي، الحبه تاعي كامل. اذا هذا القشور تاع الليمون لو زاست سيترون، انا واش ندير، نجيب علبه محكمه الاغلاق ولا عندك لي ساشي دي كونجلاسيون، يعني الكيكاو يعني الكيس يدخل الثلاجه. هنا نخبيهم، نحب ديري حلوه تحبي الخبز تاع الدار، تحبي ديري حاجه تاع الكاطو تاع الخبز يعني تاع الحلويات، نجبدهم نديرهم. لهنا بيان سور بعد ما نحيت القشور الليمون نحتفظ فيهم في الثلاجه. لهنا الابيض هذا لازم نحي هذا القشور تاع الليمون، هذا الابيض يعني اللي يعطينا المروره في المخيطو تاعنا، لازم نخلصو
يعني نهائيا ما نخليوش يعني قشره تاع ليمون تاعنا، هذا اللي يعطي المروره، نخليه فقط هذا. شوفوا كيفاش اخترته، هذا اللي نحتاجوه في المخيط تاعنا. اذا بعد ما نحيت البيض يعني القشر القشور الابيض، اذا انا نقطعه هكذا مربعات، هكذا نقطعه هكذا نصفين، واذا هذا الابيض الثاني في الوسط لازم نتخلصه، لازم ننحيه. يعني يعني درت يعني ابحاث يعني درست في هذا الليمون، كاين يعني عنده نوافع وعنده اضرار، كاين يعني اللي عنده امراض السكري، كاين عنده نوافع يعني المروره يعني عنده يهبط يعني نسبه السكر، اللي عنده في امراض السكري، اللي عنده يعني اللي يحب يدير يعني حميه يعني مليح، يعني عنده نوافع وعنده اضرار، يعني كل واحد كيفاش. اذا بعد ما يعني نحيته ثاني، نحيت ان الحبه تاعو الداخل بيسوغ لازم نتخلصوا منه، اذا قطعته هكذا مربعات صغار، تخلصت من كلش، من الحبه تاعو الداخل، من العروق تاعو، خلصت من القشره الابيض تاعو. اذا نديرو نضيفو مع المكونات اللي درتهم كامل، نضيفوه هكذا في الميكسور تاع في الميكسور تاعي في الغبو تاعي هكذا، اذا ونديرو هكذا اذا في الخلاط. اذا انا نخليه تخي تخي بيان، نخليه لمده لمده هكذاك يتباطي مليح يعني في الغبو، نخليه لمده يعني حتى يعني ينسجموا كامل المكونات، حتى نشوف يعني النعناع والليمون يعني ما يتبانوش خلاص، يعني حتى نلقاه ليكيد وحده خلاص هكذا. يعني لازم ياخذ وقته في لهنا نروحو يعني واجد، راه واجد يعني الخليط تاعي تاع المخيطو. نروح نديرو لهنا، ندير شريحة الليمون، ندير هكذا شراب تاعي تاع لهنا، نديرو المثلجات تاعي لهنا اللي جبت المثلجات تاعي في الثلاجة. إذا ندير شوية تاع سبرايت لهنا بيان سور، نشبحو هكذا بالله. إذا أبوني وحلويات وأطباق.